السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال طيبه يا ربي. اللي دخلت لهذا الفيديو غتبدا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على الحبيب. ثاني حاجه البنات، ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك وتعليق الى عجبكم الفيديو. وهذا الفيديو ديال اليوم انا متاكده بلي غيعجبكم وغيرقكم بزاف، حيت وصفه للتبييض كتحيد الكلف، النمش، كتصفي الوجه، مجربه ومكوناتها بساط وموجودين في كل بيت البنات. نبدا معكم الوصفه باش ما نطولش عليكم الفيديو. عندنا معلقه كبيره ديال الكركم اللي هو الخرقوم، عندنا بيضه بلديه، تبعوا معايا الطريقه سهله وبسيطه. غادي ندير معلقه ديال الخرقوم. هذا الخرقوم البنات البلدي، ماشي الخرقوم العادي، راه موجود في كل بيت، يعني راه الناس كيستعملوه. البيضه اللي غسلتها اليدين والوجه البنات، رائع. نحركها مزيان، رائعة البنات، كتجبد الوجه، كتنقيه، كتحيد الكلف مع المداومة البنات. راه أي حاجة بالمداومة، ماشي تحركيها مزيان حتى كيتجمع داك الكركم مع البيض. أنا غنجرب معاكم في يدي، من بعد ندير الوجهين، من بعد كتخليها حتى كتيبس، كتشد مزيان في الوجه وحتى في اليدين البنات. هانا خلطتهم مزيان، مبغيتش نقطع الفيديو، تشوفوا الطريقه هي سهله وبسيطه، ما تعكزوش البنات. انا من الوصفات اللي كيعجبوني بزاف، عندها نتيجة رائعة. غادي نبدا معكم الطريقة. على اليد، ومن بعد غادي ندير الوجهي كما قلت لكم. وما تنساوش البنات، شجعونا باللايك ديالكم والتعليقات، واللي عجبتها الوصفة تجربها وتردي ليا. انا متاكده انها غادي تروحكم، وشحال من وحده غادي تجربها. هانتي غنصايب غير بيدي، كتخليها كتيبس وكتغسلي يديك بالماء عادي، كتقشريها بحال كوماج البنات، كتبقاي تحكي حتى كتحيد، ومن بعد كتغسلي وجهك. بغيتي ديري الصابون ديريه الا تحيد لك الريحه ديال البيض. ومن بعد تغسلي وديري شي كريم ولا وصفة رائعة. هانت البنات غنخليها حتى كتنشف وغنغسلها. نتمنى انكم تجربوا الوصفة، راها رائعة وفعالة البنات. وما تنساوش نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. هانتوما البنات، من بعد ما حيدتها خليتها تنشفات، مهم كتخليوها 10 ديال الدقائق ومن بعد كتغسلوها. انا وجهي مازال مخلياه، ويدي انا صايبتهم. والبنات كتحسوا ب اليد رطبه، وكتعطي واحد شويه النتيجه، ولكن خصها المداومه على الاقل مره في السيمانه. وردوا عليا الخبر، كتحيد البنات الكلف والنمش وداك الشيء، صراحه النتيجه ديالها رائعه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليقات كما سبق لي قلت لكم. وما تنساوش لايك واشتراك وتعليق الفيديو الى عجبكم. شكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.